أصدقائي المشاهدين والمستمعين، بنحييكم عبر صوت لبنان مع حلقة جديدة من برنامج نقطع السطر. رح نحكي عن زيادة تعرفة الاستشفائية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمضمونين، يعني صارت بيدفعوا أقل على أبواب المستشفيات. رح نوضح الفكرة اليوم مع ضيوفنا المعنيين بهالقطاع. كمان رح نحكي عن الوضع الاقتصادي، عن الكابيتال كنترول، عن الدولار الجملكي، عن المؤسسات طبعا وعلاقتها بالضمان، كل هالشي مع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد الشقر. قبل ما نبتدي بدنا نقول بس نحنا ما بعرف بتوافقوني الرأي إنه صرنا مثل المسيح بكل ما للكلمة من معنى، يعني غير عابئين لا بألامنا ولا بألام غيرنا، يعني بيزلونا ومنسكت ومنزل كمان ومنزل بعضنا البعض ومنسكت. ويومياتنا صارت من طابور مصرف عم بيسرق ودائعنا ومقطرة إلى طابور محروقات أو طابور صيدلية لنكتشف بعد طول انتظار بأنه الدواء منه موجود. شو منعمل؟ منسكت. برح نحكي عن طوابير الخبز وطوابير بيع الذهب وطوابير صرف الدولارات نظيفة وغيرها من طوابير الكوابيس اللبنانية والكهرباء. بيت القصيد بيعدونا بزيادة ساعات التغذية لنكتشف أنه العتمة زاحفة، أما المي فمافيا خزاناتها أفجر من مافيا مولدات الكهرباء. وين صارت وعود الاستجرار الوهمي للكهرباء وشعارات وصفقات واتفاقات؟ والظلام عم بيشتد وبعض المواطن ساكت عن تصفية الحسابات السياسية إلى تصفية الحسابات الاجتماعية، وهلأ مؤخرا تصفية الوطن. إذا ما تحركنا ما رح ينفع الندم. خلينا نضوي في كتير اليوم من المواطنين وخصوصا المضمونين واللي عم بيدفعوا على أبواب المستشفيات الملايين ليدخلوا لأجراء عملية، وهلأ خصوصا المطالبة صارت بالفريش دولار. بدنا نقول إنه الضمان الاجتماعي رفع التعرفة الاستشفائية إلى 2.5 ضعف. طيب يعني وإذا صار هالشي متأخر هل بحل الأزمة؟ اليوم معنا على الخط مباشرة عضو لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور فادي عليمي. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم المستمعين. يعطيك العافية. اليوم شو أهمية أنه ينرفع التعرفة للمضمونين إلى 2.5 ضعف مثل ما صار بلجنة الصحة النيابية؟ يعني هذا مطلب قديم ما بعرف قد مفعوله رح يكون له أثر إيجابي إذا الدولار بده يبقى يتحرك بال سوق السوداء مثل ما عم بيصير. فنكون واعيين اليوم الضمان مشهور، للشراكات انزادت، اما الدخل اضافي له للمرض والامومي، وبالتالي ترجمت انه يقدر يعدل بتعريفاته. انا حسب ما بعرف مع نقاط المستشفيات يعني المطالبه عم بتكون باكثر كثير من هيك، يعني يكون يمكن 6 ضعاف ل7 ضعاف التعريف الحاليه. بس اليوم نتيجة الدراسات الاكتوارية اللي عملها الضمان بيّن أنه عنده قدرة أنه يصرف يعني يطلع للضعفين ونص أو قريباً للثلاث أضعاف. المفروض هذا مبدأ يعني يخفف شوي من الفروقات اللي عم يدفعها المريض. بس برجع بقول الأزمة الأساسية عم تكون بكل شيء له علاقة بالمستلزمات الطبية. فهدول كلهم أول شيء سوق مفتوح لهلأ ما انتظم هالسوق. هيدا الهيئة اللازمة للدواء اللي اشتغلنا عليها كثير لحديتها للرسيمة الطبية ما انجزت، اللي هي المفروض كان تضبط هالسوق هيدا بالاضافة لسوق الدواء. وبما انه المستشفيات تدفع كل شيء بالفراش صار، كل شيء من الاكل للدواء للمستلزمات للاكسجين كل شيء. ليش الاكل بالفراش؟ معليش حضرة النائب، ليش الاكل بالفراش؟ يعني عم يطلع غالي، صار كله عم يغلى، يعني فريش يمكن لبناني يعني كله عم يطلع مثل ما بنعرف في بيوتنا عم ندفع كثير غالي، صرنا حق الاكل اللي عم نجيبه نحن هذا كله تعدل. يعني اذا بس لازم المواطن يعرف انه اذا الدوله كان معتمده او مؤسسات دوله رسميه ان جانب كانوا عم يعتمدوا 90,000 بالنهار الاقامي، هل هو منطقي؟ يعني اليوم للاسف فينا نشوف مستشفيات، معظم المستشفيات قللوا من نسبه الاستيعاب تبعهم، عم بيشتغلوا على نسب بيقولوا لها الكاباسيتي حوالي 50% مش اكثر، وفي منهم اندمجوا مع غيرهم، المستشفيات الكبيره عندها دعم من الخارج قدرت استوعبت بعض من هالمستشفيات الصغيره.
بس مش أول استشفى عنا ل 20 سنة لورا سنة للأسف. يعني نعم كنا نتغنى نحن بلبنان، المستشفى الشرق الأوسط اللي كان يزدوه كل الجيران العرب وغيرهم يجوا على لبنان للطبيبة. اليوم مستوى الدنة صرنا عم نشوف حالات توصل للأنف ستيج، يعني بيوصلوا لآخر مرحلة، فأنا عم جنب يروحوا على مستشفى لأنه المواطن ما عنده القدرة يدفع بقى، أو بيتجنبوا يروحوا عند طبيب لأنه ما عندهم قدرة يدفعوا. آخر شيء بيوصلوا على المستشفيات بحالة حرجة. وكمان إذا أنا بدي أحكي من ناحية الإنفاق الصحي عم بيكون عالي كثير. ولما كنا نتغنى إنه وصل معدل الأعمار بلبنان ل 79 سنة، إحنا على ما نكمل بهالمسار هيدا رح نتراجع بشكل مخيف لورا. نعم، بس على كل حال منحور ومندور ومنرجع للتبعات كلها على المواطن اللبناني. اليوم دولة يعني مرفق اجتماعي مهم انبنى من سنوات لحتى يساعد الناس على الاستشفاء، يعني يتعثر نتيجة عدم دفع الدولة إلى مستحقات الضمان الاجتماعي؟ يعني هيدي فضيحة. يعني بكل اللقاءات اللي كانت مع الجهات الدولية الرسمية بلجنة الصحة، وهي الانهيار الأساسي بدي تقريبا لما بينا بمرحلة كورونا، معظم النظم الصحية بالعالم تأثرت ووصلت لشبه انهيار. الفرق بس إنه كثير من دول العالم كان في باك اب بلان، عندهم خطه استباقيه ليقدروا يصابوا ويدعموا هالقطاع هذا ليكمل ويستمر بعد كورونا بسنين. نحن للاسف ثاقبت فتنا بالكورونا مع الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي، يعني كومبينيشن باكج مثل ما هي فتنا فيها، وهلا من الصعوبه نطلع منها بالاشياء اللي عم نعالجها بهالطريقه هاي. يعني الحلول بدها تكون مستدامة أكثر من هيك. اليوم كل شيء عم نعمله للأسف هو ترقيع، يعني كويك فيكس، بتخلص الشيء اللي بنجرب نحلها بأسرع وقت بس نشوف بعدين نحن وين رايحين. عندنا نظام صحي شبه منهار، كنا دائما نحذر إنه انتبهوا على الأمن الصحي بالبلد، هو الأساس. إذا رجع نبني اقتصاد وإذا رجع فعل الاقتصاد كنا ناس معافين صحيا كمان. للأسف ما وصلنا لمحل. معظم جهات الدولة الرسمية ولجنة الصحة كانت تقول إحنا مع تعديل التعريفات بس إحنا ما عندنا الموازنات وما عندنا الاعتمادات. هلا منين جو المصريات؟ يعني اليوم لما بتنرفع الفاتورة الاستشفائية إلى 2500، من وين أنبنوا الأموال؟ الاشتراكات. يعني اليوم يعني المؤسسات طبعا ما بدي اقول زيادة الأجور لأنه اعتمدوا ترمينولوجي جديدة هلا إنه تأمينات اجتماعية زيادة وإضافية وغيره، وهذا بالتالي ترتب على المؤسسات اللي بعدها واقفة على إجراءها، كان قطاع استشفاء أو غيره، ترتب عليهم إنه يدفعوا شركات أعلى. يمكن الشركات الأعلى يعني قدروا يحصلوا الضمان دراساتهم، فلأنه رح يصير عندهم قدرة يعدلوا بتعريفاتهم وتصير مرتين ونص زيادة عما هن عم يدفعوا اليوم. نعم هيدي المفروض مبدئيا هيدي تخفف من الفروقات اللي عم يدفع المواطن، فرق الـ يعني الاسعار اللي عم بتصير، بس منه الحل الامثل وراح يكون الحل النهائي. هلا على كل حال يعني بلشوا فيها المستشفيات، هلا بلشت ام بس اتخذ القرار؟ يعني المفروض كمان الضمان يبدي بالسلف اللي كان عم يبعثها لما يعلن عنه مدير عام الضمان. المفروض نشوف انه في ارقام اعلى من السلف بدها تروح لتغطيه النفقات الاستشفائيه، هون نتاكد ساعتها انه السيستم الجديد والتعريفات الجديده بدها تشتغل. نعم، على كل حال نحن بدنا نشكرك عضو لجنه الصحه النيابيه النائب الدكتور فادي علامه. شكرا لك.